علشان تفكر صح وتنفذ صح وتنهض ببلد كبيرة زي بلدنا مصر، كان لازم تبقى حاسس بالأمان ومتطمن إن ظهرك متأمن كويس. يا رجالة، الخوف ملوش مكان في قلوب مصر، أمانة بين إيديك. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. وده اللي بيعمله رجال الشرطة المصرية على مر العصور، أمان وحماية لكل فرد في مصر. وفي عيدهم حابين نقول لهم كل سنة وانتم دايما خط دفاع داخلي لينا كلنا، من حزب حماة الوطن لرجال الشرطة المصرية، ألف شكر.